لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وهذا في شرحه لكلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة. وفيها هذه الفقرة المتعلقة بالاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمر الخلافة. وكما سبق فهذه المسألة صارت من المسائل الاعتقادية عند أهل السنة، نظرا للانحراف الذي حصل من بعض الطوائف المنتمية إلى الأمة الإسلامية في شأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إما بالغلو وإما بالتفريط. ولذا صار من الواجب التنبيه والوقوف على الحق والصحيح في هذه المسألة العظيمة، وهي الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الخلافة خصوصا. ولذا فكما سبق قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. هذه المسألة تكلمنا عن بعضها، وهو ما يتعلق بإثبات الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، ثم عمر من بعده رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال: أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنه. وهذا طبعا خلاف ما عليه أهل البدع ومن أشهرهم الشيعة، قبحهم الله تعالى، الرافضة خصوصا، الذين ينفون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويعتبرونها خلافة باطلة. وأما أهل الحق فيرون ويعتقدون أن الخلافة كانت من بعد عمر لعثمان رضي الله عنه، وهذا بتفصيل يأتي الكلام عليه. قال: وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان. يعني قصة مقتل عمر تضمنت أمر مقتل عثمان رضي الله، أمر بيعة عثمان رضي الله عنه. قال: ففي صحيحه، قال في صحيحه، أي في صحيح البخاري: فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون. قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. عمرو بن ميمون راوي الحديث، هذا ليس صحابي،
لكنه تابعي ويوصف بالاصطلاح بالمخضرم، لأجل أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد ترى بعض الأخبار يرويها عمرو بن ميمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كخبر القردة الذين قتلوا قردة قد زنت، قال رأيت قردة اجتمعوا على قردة قد زنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال في الجاهلية أو نحوها، اجتمعوا على قردة قد زنت فرجموها. انظر، القرود اجتمعوا على قردة قد زنت فرجموها، وهذا يدل على أن هذا شيء يعني مستنكر حتى في الحيوانات، أما عند الليبراليين حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا أمر محمود، ومن ينكره فهو الذي ينكر عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ وكان حذيفة وعثمان بن حنيف رضوان الله عليهما كلاهما قد أعمله عمر على جباية الزكاة، ولذا فهو يكلمهما في الأمر. قال أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. عمر رضي الله عنه حاكم عادل يوصي عماله بألا يحمل الناس ما لا يطيقون. قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، رضي الله عنه. قال فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب. أربعة أيام، يعني عمر رضي الله عنه كان يتمنى أنه يكون عنده مشروعات عظيمة جدا وكبيرة جدا للمسلمين، ومن هذا المشروع لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل، مش أرامل أهل الجزيرة، أرامل أهل العراق، وهي من أحدث البلاد التي يعني أو معنى هي من بلاد المسلمين التي فتحت بعدما ملكوا الجزيرة العربية. قال إني لقائم، عمرو بن ميمون يحكي، قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، يعني عمرو بن ميمون في الصف الثاني وراء عمر، يعني ابن عباس في الصف الأول وعمرو بن ميمون وراء ابن عباس، ما بيني وما بين عمر إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال استووا. عمر رضي الله عنه كان من هديه إنه لا يقيم أو لا يكبر حتى يسوي الصفوف جميعها، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم وكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى في الفجر، يعني حتى يجتمع الناس، يعني يقرأ سورة طويلة أو قراءة طويلة في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. قال فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه، أي حين طعنه الملعون أبو لؤلؤة المجوسي قبحه الله ولعنه. قال فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه،
حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. هذا المجرم الذي يحتفل الشيعة الرافضة في بلاد إيران إلى يومنا هذا بيوم قتله لعمر، ويعتبرونه عندهم من الرموز الإسلامية العظيمة عندهم، أبو لؤلؤ المجوسي، وله عندهم مقام، مقام ما فيش خبر له ولا حاجة، لكن عاملين له مقام هناك ويزورونه ويترحمون عليه أنه قتل عمر. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا العلج، كلمة العلج هي كلمة العلج يقصد بها الرجل من العجم، الرجل من العجم، يعني أي رجل غير عربي يسمى علج. قال فطار العلج بسكين ذات طرفين، ذات طرفين، سكين لها من طرفين، يعني سكينة ذات حدين من ناحيتين. قال لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه. بعد ما طعن عمر طبعا يعني كانت أعظم لحظة يستطيع أن يقتل فيها عمر هي لحظة الصلاة. تقول أنت طب لماذا لم يقتله خارج الصلاة مثلا، وعمر ما كان يمشي بحرس ولا شيء مثلا؟ لكن هذا يدل على ضعف قلوب أهل الباطل. لماذا؟ لأنه من ضعف قلبه يخشى أن لو واجه عمر في أي لحظة في أي مكان، إنما في الصلاة يعلم أنه مستسلم بين يدي الله فيقتله غيلة، وهذا حال أهل الغدر والخيانة. ولذلك هذا العلج وقف وراء عمر، ومعلوم أن صلاة الفجر في زمان عمر رضي الله عنه يكون المسجد مظلما، لم يكن المساجد عندهم في هذا الزمان فيها إنارة ولا نحو ذلك، إنما كان المسجد مظلما. ولذلك هذا العلج لما قتل عمر رضي الله عنه وضرب عمر، فحاول بعض الصحابة الذين من وراء عمر أن يمسكوا به، ولكن الجو مظلم ما يرونه، يعني الأمر يعني، فإذا به يضرب يمينا وشمالا بما في يده من سكين ذات حدين، حتى قتل أو طعن 13 رجلا مات منهم 7. حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنصا، يعني عشان يمسكوه، برنص أشبه به يعني الشيء اللي بيلبس كالعباءة لكن غالبا يكون له رأس ونحو ذلك، فطرح عليه برنصا بحيث أنه هذا البرنص قيده. فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، لما ظن أنه هو يعني هيقدر عليه نحر نفسه بسكين، أشبه بنوبة هستيرية بتنتاب في هذه اللحظات، ف نحر نفسه. نعم. قال وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. وهذه المسألة فيها دليل على الاستخلاف، هي دي المسألة، هو ده الحديث اللي فيه دليل على الاستخلاف. نعم. فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، بيقول يعني عمرو بن ميمون، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، إضاءة طبعا ضعيفة أو خفيفة أو نحو ذلك. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، يعني فقدوا صوت عمر، تكبير عمر، فقدوا تكبيره، فظنوا إن عمر ناسي ساهي أو نحو ذلك. المسجد مظلم والصفوف كثيرة، فجعل يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا أي انتهت الصلاة، قال يا ابن عباس انظر من قتلني. على فكرة الرنة بتاعت التليفون دي أغنية، الرنة بتاعت التليفون دي عشان يعني بعض الإخوة فاكرينها أنها رنة، يعني دي أغنية، الراجل اللي بيقول مولاي وبتاع وده بيغني للشعراوي في أغنية في بتاع التمثيلية اللي عندنا.
قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. عمر رضي الله عنه لما حملوا بعدما انتهت الصلاة إلى بيته قال يا ابن عباس انظر من قتلني. عمر رضي الله عنه يريد أن يطمئن من الذي قتله. عمر لا يريد من قتله لأن يكون أمر شخصي ويريد لأمر آخر ستراه بعد قليل. قال فجال ساعة يعني ابن عباس ثم جاء فقال غلام المغيرة. غلام المغيرة يعني العلج اللي هو كان بيعمل عند المغيرة. نعم. قال الصنع اللي هو الحرفي اللي كان بيشتغل عند المغيرة قال نعم. قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا. لقد أمرت به معروفا. يعني العجيب ان هو عمر رضي الله عنه في بعض الروايات والأحاديث ان عمر رضي الله عنه لقي هذا العلج المجوسي هذا قبل موته بأيام، وكان لهذا العلج شكوى من المغيرة. هو كان بيعمل عند المغيرة واحد من العبيد، فكان عند المغيرة فكان له شكوى من المغيرة فشكى لعمر. فلما حقق عمر في الشكوى وجد أنه لا حق له فيها، فقال هذا العلج لأصلعن لك رحى تتحدث بها العرب أو عنها العرب. فقال عمر توعدني العلج. الكلمة كلمة تعريضية، يقول له لأصنعن لك رحى تتحدث عنها العرب. ده أنا صنايعي وهعمل لك رحى طحونة، يعني العرب يتحدثوا عنها، لكن هو يقصد بها توعد عمر. وفطن لذلك عمر رضي الله عنه، قال توعدني العلج. وانظر شوف انظر إلى عمر الذي يعني يظن أهل الباطل والكفرة أن عمر ده شخصيته كانت غليظة. فعمر رضي الله عنه هذا الحاكم الشديد هو رضي الله عنه الذي يقول توعدني العلج. ده لو أي حاكم تاني مكانه مجرد ما يظن الظن ده بس ده خلاص، ده ومن حقه شرعا لو هو ظن فعلا في هذا الظن انه على الاقل يعمل ايه؟ يتحفظ عليه باي صوره من الصور، انه يعمل له نوع من التقييد او نحو ذلك. نعم. قال ثم جاء فقال غلام المغيره. قال الصنع قال نعم. قال قاتله الله لقد امرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الاسلام. ده مجوسي. الحمد لله انه لم يكن رجلا مسلما. نعم. قد كنت انت وابوك تحبان ان تكثر العلوج بالمدينه. بيقول لابن عباس بيعاتبه، بيقول له انت وابوك كنتوا بتحبوا ان تكثر العلوج بالمدينه. وهو عمر رضي الله عنه كان برغم انه الحاكم لكنه تراخى في المساله دي معاهم. عمر كان يرى عدم دخول العجم ابدا، خلاص العجم كان يرى عدم دخولهم من باب الاحتياط، انما المشركين ما يدخلوش الجزيره ابدا، لا مكه ولا المدينه خصوصا. والعجم المسلمين كان عمر يخشى منهم، العجم المسلمين كان عمر يخشى منهم لانه كان لسه حدثاء عهد، فكان يخشى من كيدهم ومكرهم، فكان ينصح الصحابه بعدم استقدام العلوج او العمال يعني الاعاجم اللي هم لسه داخلين في الاسلام، لان بعضهم ممكن يجي بلاد المسلمين وهو مش مسلم ويتظاهر بالاسلام مثل هذا المجرم. نعم. قال وكان العباس اكثرهم رقيقا. فقال ان شئت فعلت وان شئت قتلنا. يعني ابن عباس او العباس لعله هو الذي رد، فيقول ان شئت فعلنا بهم وفعلنا وقتلناهم، يعني العلوج دول كله. قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم، يعني صلوا إلى قبلتكم وحجوا حجكم. دول بيقولوا إحنا مسلمين تقتلهم إزاي؟ نعم. قال فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه
وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه. قال فأتي بنبيذ فشربه. نبيذ تمر، يعني التمر يوضع في الماء وينبذ، يقوم المية بتاعت اللي هي مطرحها تمر دي تبقى ليها طعم كده، طعم التمر، هو ده المقصود بالنبيذ يعني. قال فأتي بنبيذ فشربه، المية بتاعت التمر، فخرج من جوفه. خرج من جوفه يعني لما شرب الماء انطلقت من أمعائه رضي الله عنه، دل على أن أمعاؤه قد انقطعت وتقطعت. قال ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت رضي الله عنه. قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. يقول له ده أبشر يا أمير المؤمنين، ده أنت عندك من الشهادات والإنجازات ما أنت به كفيل. شوف الصحابة رضي الله عنهم، وشوف حتى لو كان ده من التابعين كمان، شوف الحس، انظر إلى الحس، شوف داخلين يثنوا بإيه؟ بالآخرة مش بالدنيا. ما فيش حد دخل قال له أبشر يا أمير المؤمنين فكان لك من الإنجازات، عملت وعملت 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 مش عارف المشروعات، زي الأكاذيب اللي هم بيعملوها وبعدين يشتموه بعد كده. يعني الإعلام الموجود الآن ده، كل سنة كان يجي أيام مبارك اللي هي بتاعت التولية بتاعته، يعملوا في يوم ميلاده يعملوا له بقى ايه؟ ذكرى لإنجازاته، ويجيب لك بقى إنجازاته اللي ما حصلتش. ومجرد ما سقط كله بيشتمه دلوقتي، كله بيشتمه دلوقتي، مش كده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، كلما دخلت أمة لعنت أختها. انظر إلى هؤلاء رضي الله عنهم، وحس هؤلاء يثنون بإيه؟ بالآخرة. قال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجة تنفعك في الآخرة يعني. وقدم في الإسلام، أو وقدم في الإسلام بيعبر بها عند العرب أيضا، قدم يعني لك ثبات في الإسلام، وقدم يعني زمان في الإسلام. ثم وليت فعدلت. قال ثم شهادة، ثم ختم لك بإيش؟ بشهادة. سبحان الله، عمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يدعو بين الصحابة ويسمعونه، فكانوا يعجبون، يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في بلد رسولك. فكانوا الصحابة يعجبون من هذا الدعاء. طب شهادة ماشي، ممكن يقتل في القتال أو غيره، طب في بلد رسولك؟ ده المدينة خلاص بقت آمنة من القتال إلى أعلى درجة، لأنه خلاص مفيش قتال داخل الجزيرة العربية، الجزيرة العربية كلها بتاعت المسلمين. ولذلك فكانوا يعجبون من ذلك، فكانت الشهادة على هذا النحو. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. ده الشاب اللي هو يعني بيثني على عمر. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام. يا سلام على عمر. قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. علشان إخواننا أحيانا اللي هو عنده القضايا كلها، أو عنده القضايا يعني بعضها فروع وبعضها قشور، وبعضها أصول وبعضها قشور، وإنه عنده الفروع قشور ومش مهم القضايا الفلانية والعلانية ونحو ذلك، أو عنده المنكرات مش مشكلة، في بعضها ممكن نتكلم فيه وبعضها مش مشكلة. انظر هذا عمر وهو يموت وأمعاؤه مندلقة رضي الله عنه، ومع ذلك يرى شابا والشاب يثني عليه. خد بالك، ده بيثني عليه، واقف فوق راسه بيثني عليه. ممكن بعضنا ياخده المجاملة إن هو يعمل إيه؟ خلاص ما تحرجهوش بقى. لا،
وهو يثني عليه وهو في هذه الحال، مجرد أن ولى الشاب قال دعوه لي، أو يعني ادعوه لي. فجاء الشاب فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ويتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وقال: ما تحت الكعبين ففي النار. قال: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. قال: فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. الحقيقة أن قصة مقتل عمر دي، أو الرواية دي، رواية عايزة وقفات طويلة، خصوصا مع الأحداث بتاعتنا إحنا المؤلمة. انظر إلى أمير المؤمنين، أمير أكبر دولة في العالم، صاحب الكلمة الأولى في حكام العالم، يقول لابنه: انظر ما علي من الدين. دين؟ أمير المؤمنين مديون؟ دي حاجة عجيبة جدا. ده أمير المؤمنين، ده احنا عندنا المفترض يعني أقل واحد في بيتولى إمارة مدير شركة، مجرد ما يتولى إمارة خلاص انتهى الموضوع، عد خط الفقر كما يقولون، وبقى من السعدة. مجرد أن يبقى مدير شركة مثلا. إنا لله وإنا إليه. قال: فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحو. طيب هتقول أنت الدين بتاع عمر ده كله جابه منين وإزاي وفين؟ عمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يتورع أن يأخذ من بيت المال لنفقة نفسه وعياله، يعني ده حقه شرعا، حقه شرعا أن يأخذ راتب، لأنه متفرغ لأحوال المسلمين ولإدارة أمور المسلمين. أي يعني شخص هيقوم على مثل ذلك، حتى مش الحاكم الأعلى، حتى اللي هم نوابه لو هيتفرغوا لذلك لهم رواتب. كان عمر كثيرا ما يتورع عن ذلك ويستدين رضي الله عنه. قال: إن وفي له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب. لو المال عندنا في أسرتنا يعني أولاده وزوجته نحو ذلك، وفى فخير وبركة. قال: وإلا فسل في بني عدي بن كعب. من بني عدي؟ قبيلة عمر. فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش. ما وفتش قبيلة بني عدي، فسل في قريش اللي هي البطن الأكبر. نعم. ولا تعدهم إلى غيرهم، ما تتجاوزش قريش، ما تروحش تسأل الناس لديني. نعم. قال: فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين. خد بالك كل ده مثلا، ما فكرش عمر يقول له: فإن لم تجد فمن بيت مال المسلمين مثلا. وده له وجه شرعي، خد بالك له وجه شرعي بتفاصيل يعني، ومع ذلك لم يطرق عمر هذه المسألة. قال: فأدي عني هذا المال، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. والله دروسك يعني في الحقيقة، كل عبارة في الحديث عايزة وقفة طويلة أوي ودرس طويل أوي. كل عبارة في الحديث، أنا أذكر تقريبا الشيخ أبو إسحاق أظن عمل الحديث ده تقريبا في سلسلة، مش كده برضو؟ في الحقيقة حديث يعني يحتاج إلى فعلا حاجة. ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، لا إله إلا الله. انظر إلى كم كانت الإمارة عندهم غرامة وغرم، سبحان الله العظيم. ما هوش فرحان إنه أمير مؤمنين ولا حاجة، فضلا عن أنه خلاص دلوقتي الأمر قال إلى أنه خلاص هيموت، فخلاص ما تفرضش عليها رأي. ما هو أمير المؤمنين ده رأيه ممكن يمشي على الناس، ما تقولهاش أمير المؤمنين، حتى لا تتحرج عائشة رضي الله عنها وتوافق بناء على ذلك، على أنه ده أمير المؤمنين. نعم. قال: وقل: يستأذن عمر ابن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. يستأذن عمر فسلم واستأذن. قال: فسلم واستأذن، أي ابن عمر،
ثم دخل عليها وجدها قاعدة تبكي رضي الله عنها، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي. الحجرة بتاعت عائشة ما فيهاش مكان تاني غير مساحة يدفن فيها إنسان واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قالت: كنت أريده لنفسي ولا أوثرن به اليوم على نفسي، يعني أنا أوثر عمر به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني رضي الله عنه. فأسنده رجل إليه قال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، يعني إذا مت وخرجت روحي فاحملوني، ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. سبحان الله، أعد عليها الإذن مرة أخرى والاستئذان، لعلها في المرة الأولى أذنت على استحياء فتحرجت فأرادت أن ترجع. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها، ابنة عمر رضي الله عنه وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأينها قمنا فولجت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف، استخلف يا أمير المؤمنين، يعني أنت خلاص. وذلك لما جاءوا بالطبيب فقالوا: ما ترى؟ قال: استخلف يا أمير المؤمنين، يعني إذا أنت في حالة موت. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، أي الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، ستة رضي الله عنه، ستة من الايه؟ من عشرة، ستة من عشرة. أبو بكر مات وعمر مات رضي الله عنه وأبو عبيدة مات رضي الله عنه، بقي سبعة، هؤلاء الستة وسعيد ابن زيد رضي الله عنه. قال: وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. يشهدكم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر ده من خيار الصحابة، من خيار الصحابة، ومع ذلك لم يذكره عمر بين المرشحين للأمر، مع أنه من خيار الصحابة عبد الله بن عمر. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر هذا في زمن عمر نفسه رشح أكثر من مرة للإمارة، وكان عمر يرفض، حتى أنه ذات يوم لما كانت إمارة العراق قال: من نولي على العراق في مجلس استشاري؟ فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أرى أن نولي عبد الله بن عمر. فقال: والله ما أردت بذلك وجهي، ما أردت بذلك وجه الله. شوف شدة عمر، والله ما أردت بذلك وجه الله. أنت بتقول لي ابن عمر عشان هو ابني؟ وعمر لا يقصد اتهام الرجل، لكن كان عمر له منهج وكان الصحابة يعرفونه، ولذلك اشتد على هذا القائل، وهو أن عمر ما كان يحب تولية أقاربه، وده لا يطعم في عثمان أيضا، عثمان كان يولي بعض أقاربه الذين هم كفء. لذلك ولذلك لو أنت نظرت إلى المسألة من ناحية الفقهية، طيب ما يفعله عمر؟ هل هذا يشير ما يفعله عثمان؟ لا أبدا، ما فعله عثمان هو العدل، وما فعله عمر هو الورع. عثمان كان يفعل ذلك من باب العدل، وعمر كان يفعل ذلك من باب الورع. عمر كان عنده من الورع
ما يجعله يترك المباحات خوفا من الوقوع في الحرام ويشتد على نفسه، حتى أنه رضي الله عنه كان لا يلبس ولا يأكل إلا الخشب رضي الله عنه، مع كل الفتوح دي كلها، حتى تقول له ابنته حفصة رضي الله عنها وقد دخلت عليه ذات يوم وهو نائم فأشفقت عليه، سبحان الله المشهد كأنه بيتكرر بصورة تانية، هو مرة يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فيبكي لخشونة عيش النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا يعني تيسر لها من عيش كما تيسر، أو كلمة نحوها، وإن كسرى وقيصر ينعمان وكذا وكذا. هو رضي الله عنه أيضا تدخل عليه ابنته حفصة ذات يوم وتقول له يا أبتي قد فتح الله لك الفتوح ومصر لك الأمصار وأنت على هذا العيش الخشن، ألا بسطت من عيشك شيئا؟ يعني ابسط على نفسك شوية العيش شوية. فبكى رضي الله عنه وقال والله لا أخاصمنك إلا إلى نفسي، أنا مش هخصمك بحجج معينة من بره، لا، ده أنا هجعل الحجة من أنت، والله لا أخاصمنك إلا إلى نفسك، أنسيت عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إني لأطمع أن ألحق به وبصاحبه في عيشهما الرخيص، بعيشه رضي الله عنه. قال ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. سعد بن أبي وقاص تذكرون أيضا قصة متعلقة بسعد، وهي لما ادعى عليه مسجد واحد في كل الكوفة كلها، الكوفة كلها أثنت عليه خيرا لما سأل عمر عن سعد بن أبي وقاص، ومسجد واحد فقط هو الذي افترى عليه. أي نعم، مسجد واحد، مسجد بني عبس، واحد منهم الآن وهم سكتوا، فافترى عليه كذبا، وعمر يكاد يوقن أن الرجل يكذب، لكن كان سياسة عمر ومذهب عمر في تولية الأمراء ألا شبهة، ألا شبهة، الأمير اللي عليه شبهة يشيله على طول عمر. طيب هتقول أنت المذهب ده مذهب الورع، مذهب الورع بمعنى أنه ما يلزمش أي حاكم أنه يعمل زي عمر، لا أبدا، يتحقق، ولو كان الكذاب هو اللي كاذب اللي هو الراجل المفتري ده يعاقب المفتري ده، ولو كان حتى الراجل ده ما فيش بينة على كذبه ينظر في تاريخ هذا الأمير، لو كان الأمير دوت رجل صالح خلاص نجعله في ولايته ونخليه ونثبته كل حاجة، لكن عمر رضي الله عنه كان شديدا في أمر الولاية والولاة والأموال إلى درجة الورع الشديد جدا الذي لم يكن لا في زمن أبي بكر ولا في زمن بعد عمر، ما فيش حد تبع السياسة دي غير عمر رضي الله عنه. يعني أبو بكر كان خالد رضي الله عنه يخطئ في كثير من الأمور ولا يعزله وما يعزلش خالد، ليه؟ كان يعتبر أن الخطأ ده نتج عن تأويل فاسد، عن كذا عن كذا، ويبقي لمصالح أكبر وأعظم. قال فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، ده سعد أولى واحد للإمارة لكن أنا مش بستخلفه، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم أو أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا اللي هم البلاد الأخرى
التي دخلها الإسلام، مصر والشام ونحو ذلك. قال: فإنهم ردء الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو. ردء الإسلام لأن حدود الدولة الإسلامية هي حدود هذه الأمصار. قال: وألا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم وأن ترد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم، أن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم. قال: فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، قال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت: أي عائشة، أدخلوه. فأدخل. قال: فوضع هنالك مع صاحبه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أبي بكر. فلما فرغ من دفنه، اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يعني اعملوا إيه؟ ثلاثة يتنزلوا لثلاثة، أنتم ستة، ثلاثة يتنزلوا لثلاثة. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. ثلاثة طلعوا من المسألة. وشوف الصحابة رضي الله عنهم، مسألة الإمارة عندهم مسألة يعني في محل يعني الفرار والهرب والتورع عنها جميعا تقريبا رضوان الله عليه. وما تراه من عثمان وعلي كما سيأتي له تأويل كما سيأتي. فقال عبد الرحمن: أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. هم في ثلاثة طلعوا، اللي هم مين بقى؟ الزبير وطلحة وسعد رضي الله عنه. تركوا المين؟ لعبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان. فقال عبد الرحمن بن عوف: أيكم يترك للآخر؟ مين فيكم يسيب للآخر؟ كده عبد الرحمن جعلها فين بقى؟ في اثنين. قال: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. سبحان الله، تبرأ. شوف الصحابة، تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، عشان طه حسين وعبد الرحمن الكواكبي ونجيب محفوظ والأشكال إياها اللي توصف الصحابة إن هم طلاب دنيا. قال: والله، قال: فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، أسكت الشيخان، عثمان وعلي رضوان الله عليه، أسكت، يعني فيش حد فيهم قال أتنازل. تقول أنت: طب لماذا لم يفعل مثل ما فعل البقية؟ نقول لك: الأمر في الأول كان فيه سعة، الأمر الآن لا يحتمل. كيف ذلك؟ سعة إن كل واحد ممكن يلقيها على من يظن أنه يتولى الأمر ويقوم به. والثلاثة اللي هم طلعوا دول، فيهم اثنين خصوصا لم يتولوا إمارة ولا جباية لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أن ماتوا، اللي هم الزبير وطلحة. فيش واحد فيهم مسك رئيس عسكر حتى، ولا حتى مسك حتى شيخ غفر أبدا، ما مسكش أبدا حاجة خالص، لا الزبير ولا طلحة، لم يتوليا أي إمارة أبدا. ولذلك الموضوع ده بالنسبة لهم موضوع ليس في الحسبان، لأن هم كانوا حريصين على ذلك. طب وسعد تولى إمارات، انتوا ناسين القادسية وقيادة العراق والكوفة، ومع ذلك سعد تورع عن ذلك رضي الله عنه. طيب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أمين الأمة، ومع ذلك تورع عن ذلك. طب لماذا عثمان وعلي وهم كلهم تقريبا أشبه أنهم كانوا
حطنها في عثمان وعلي، لأن عثمان وعلي كان معلوما بين الصحابة أنهما أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر. كل الصحابة كانوا عارفين كده أن أفضل الصحابة الأربعة دول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأربعة. طيب لماذا أبو بكر عثمان وعلي أسكتا؟ ذلك لأن كل منهما كان يرى أن الأمر يحتاج إلى إدارة معينة بعينها، إدارة الدولة المسلمة إدارة معينة بعينها. فكان عثمان رضي الله عنه يجتهد في أن الدولة المسلمة الآن تحتاج إلى انفتاح، وهو أهل لذلك. وعلي رضي الله عنه كان لعله يرى أن الأمر منذ قديم ربما كان له، مش أنه هو أولى، ولا أنه هو أبو بكر وعمر كانوا مش هم الخلفاء، لا، كان يظن أنه ممكن يبقى خليفة رضي الله عنه، هو كان يظن. وهذا منه رضي الله عنه لعله من باب الحرص على الآخرة، الحرص على الآخرة، أن يكون دي درجة فضيلة كذلك، درجة فضيلة كذلك. قال: فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. طيب تجعلون الأمر إلي، أنا أختار بعد استشارة المسلمين، والله علي ألا آلوا عن أفضلكم، يعني ألا أحيد عن أفضلكم. قال نعم. قال: فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله، الرواية دي بقى فيها اختصار، فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن. ده بيقول لمين هنا؟ لعلي. لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت لتسمعن، لئن أمرت غيرك يعني لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق يعني من كل واحد فيهم، قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوا. قال: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، إلى آخر ما ذكر. قال: وعن حميد بن عبد الرحمن، الرواية بقى اللي هي الأخرى التي في غير البخاري، أو ذكر هنا قالوا هذا رواه البخاري وإلا. قال: وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا. قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبهم، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي. لما عبد الرحمن بن عوف قال لهم اجعلوا الأمر لي، وطلع ثلاثة وبقى عثمان وعلي، دار عبد الرحمن بن عوف على بيوت المسلمين في المدينة، على بيوت المسلمين في المدينة يشاورهم في الأمر. وده لا مانع منه، دي نوع من الايه؟ المشورة. يعني بمعنى ايه؟ ان ده مش انتخابات برضه، ده مش انتخابات. طب ماشي، ممكن نستدل بيها على ان الآلية دي ممكن نتماشى معاها لو اضطررنا اليها. يعني احنا حاليا دلوقتي بعض اخواننا ممكن يطلع في الانترنت واخدين خط كده لوحدهم يقول لك ازاي تشاركوا المشاركة السياسية، هي الانتخابات دي من الإسلام وهذا كذا، ويشتم بقى. نقول له خلينا طيب، احنا مش من الإسلام، لكن ده واقع مرير، واقع مرير. لو احنا سيبنا انعزلنا وقلنا لهم لا ده مش من الإسلام الانتخابات، طبعا لكم ما دخلتوا، مين اللي هيالي الأمر؟ هيالي هم، بتوعهم هم. طيب الآلية دي ممكن يكون ليها شيء من القبول عندنا من وجه ان مشورة عبد الرحمن بن عوف بوجه منها، مش كلها كده مطلقا، وإلا طبعا مطلقا ما في نصارى وفي بلاوي سودة، إنما من باب مشورة عدد كبير من الناس ماشي ممكن.
ان عبد الرحمن بن عوف استشار الناس. على فكره بعضهم بيطلع يطعن في الايه برضه على الانترنت، بيطلع يطعن في الروايه دي بتاعت استشاره عبد الرحمن بن عوف للناس. قال: ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى اذا كانت تلك الليله التي اصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور بن مخرمه: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل، يعني بعد جزء من الليل يعني، فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما؟ فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، انطلق فادع لي الزبير وسعدا. قال: فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، فقال: ادع لي عليا. فدعوته فناجاه حتى إبهار الليل. ناجاه يعني قاعد يتكلم معاه كلام غير مسموع يعني للكل. قال: ثم قام علي من عنده وهو على طمع، يعني كأنه هو في ذلك، كأنه بيقول علي، أو كأن المشهد يقول أنه ممكن يولى علي، ممكن يولى. إنما يفهم من كلام الرواية السابقة أن عبد الرحمن كان يقول لعثمان ولعلي: إن أمرتك تعدل، وإن أمرت عليك تسمع وتطيع. ده مجمل الموضوع. قال: وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، يخشى من علي شيئا، يعني ان علي في السابق في موقف حصل ان علي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، فكان علي رضي الله عنه قد ظن انه ممكن يكون الامر يؤول اليه، وهذا ليس طمعا في دنيا ولا خلافة ولا غيره رضي الله عنه وارضاه، انما هذا عندهم رضي الله عنه كان من باب الشرف للآخرة أن يكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان علي ظن ذلك، أو أنه كان يخشى من علي شيئا، أن علي كان عنده مؤاخذة على الصحابة لما بايعوا أبا بكر في غيابه عند السقيفة، فكان يخشى من علي شيئا. نعم. ثم قال: ادعوا لي عثمان. فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر، أمراء الأجناد يعني كانوا جاءوا إلى المدينة رضي الله عن، جاءوا للمدينة عند موت عمر بعد الحد يعني. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن بن عوف. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن بن عوف ثم قال: أما بعد، يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. قال له: يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون، بما فيهم طبعا علي رضي الله عنه. فهذه كانت بيعة عثمان رضي الله عنه، أن أخذ على علي وعلى عثمان السمع والطاعة لمن ولي عليه منهما، وكان ذلك. فلما اختار الناس عثمان بايعه عبد الرحمن، ودي أيضا مسألة فيها إشارة يعني من خلالها، أنه مسألة المبايعة للحاكم، مسألة المبايعة للحاكم تكون من أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم الذين يعينون الحاكم ويقولون للأمة اعملوا ماذا؟ بايعوه. قال: ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه،
وفي صحيح مسلم يعني من فضائل عثمان الخاصة أنه يعتبر زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فضيلة أن يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنتين من بناته رضوان الله عليه. وأيضا من فضائله كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر كان كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. في هنا مسألة فقهية أيضا نشير إليها، وهي أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن العورة ما فوق، العورة هي العورة المغلظة، العورة المغلظة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن فخذيه. في الحقيقة الراجح أن هذا الحديث هنا أن الكشف عن الساق وليس الفخذ، وليس الفخذ أولا، لأنه قد وردت أدلة كثيرة قولية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وهنا هذا الدليل قولي ولا دليل حكاية وفعل؟ وكما هي القاعدة القول مقدم على الفعل، وليس الفعل بمجرده يدل على الوجوب ونحو ذلك. فهذه مسألة فقهية، ولذلك الأظهر أن مسلم كان كاشفا عن ساقيه، يعني كان لغاية ركبته كده ثوب، والساق هي اللي تحت الركبة بقى. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، راح منزل ثيابه وغطى ساقيه صلى الله عليه وسلم. قال: فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، يعني ما غيرتش من حالك. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، يعني ما غيرتش من حالك أنت. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان رضي الله عنه الذي تسبه الرافضة قبحهم الله تعالى، من الحكايات التي سمعتها ورأيتها بعيني هذا الشيعي الفاجر والعياذ بالله الذي يطعن في الصحابة، ومن الطعن يطعن في عثمان رضي الله عنه. فيقول في حكاية وهو بيحكي للأتباعه بقى بالكذب، فعمال يذكر سيدي فلان واحد من الأئمة يعني الـ12، وعمال يمدح وكذا وكذا. فذكر واحد منهم، لا أذكر بس الاسم، واحد من يعني آل البيت الـ12، فبيذكر يعني أنه هو بيتكلم، فبيذكر أنه الإمام هو بيتكلم في الناس بيذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغ، في قتل الوزغ، وأن قتل الوزغ فيه حسنات. فبينما هو يتكلم جاء وزغ، فنظر إليه سيدي وأراد أن يحرض الناس على قتله، فجاء الوزغ فقال له: لا تسبوا عثماننا فنسب عليكم. الوزغ جاء يعني فقال: لا تسبوا عثماننا فنسب عليكم. انت واخد بالك المسألة مش مجرد موضوع السب بس، ده كمان عثمان تبع مين؟ تبع أعداء المؤمنين. الوزغ هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتلوه فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم، يعني ما عندوش ولاء للمؤمنين، يعني من طائفة الكفرة من جهة الولاء المعنوي يعني. وكأنه عايز يقول بطريقة مباشرة أن عثمان إيه؟ كافر.
والعياذ بالله الوزغ بيدافع عن مين؟ بيقول عثماننا، لان سببتم عثماننا سببنا عليكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. اي نعم. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه قال كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. عندكم مش باينة كلمة فضرب، فهذه أيضا فضيلة لعثمان. يوم بيعة الرضوان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه يد عثمان. لأن عثمان كان فين ساعتها؟ كان في مكة بيعمل مفاوضات مع قريش. واحد من الجهلة برضو ياهم قال من ضمن المطاعم في عثمان أنه لم يحضر بيعة العقد، ده بيعة الرضوان، ده هي البيعة كلها كانت عشان عثمان رضي الله عنه، أنه لما تأخر ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل، فبايع أصحابه على الثأر والموت لعثمان. ولذلك هما بيبايعوا، كل واحد من الصحابة بايع النبي صلى الله عليه وسلم، حط إيده في إيد النبي صلى الله عليه وسلم، حط إيده في إيد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الناس ما كلهم بايعوا، قال: هذه يد عثمان وهذه يدي. يعني حط إيده مرتين نيابة عن عثمان، وإيده هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فضيلة لعثمان رضي الله عنه، إنه هو مش حاضر والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يتمثل عنه أمر بيعته. فعثمان رضي الله عنه هو الخليفة الثالث للمسلمين، وعثمان رضي الله عنه هو أيضا أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر في قول جماهير يعني علماء أهل الإسلام، ولم يعرف مخالف في ذلك إلا رأي قيل عن بعض يعني الأحناف أو عن أبي حنيفة، وقيل أن هذا كذلك حتى ليس يثبت عن أبي حنيفة أنه يفضل علي على عثمان، لكن جماهير السلف والخلف على أن عثمان أفضل من علي، وأن عثمان هو الخليفة الثالث للمسلمين، وأن بيعة عثمان وقعت برضا واتفاق من المسلمين، وأن علي رضي الله عنه كان من المبايعين، وكان من رجال عثمان الذين يستعملهم ويستشيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. ثم كانت الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا ما يأتي الحديث عليه في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.